العمليات العسكرية التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية مسنودة بقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في جيبه الأخير شرق الفرات. تشهد عمليات نوعية لقسد أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف التنظيم بالرغم من محاولاته المستميتة لوقف تقدم قسد. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد تقدم قوات سوريا الديمقراطية داخل بلدة هجين وتحرير ما يزيد عن نصف البلدة وسط استهدافات متبادلة مع التنظيم. التقدم الذي حققته القوات يأتي بالتزامن مع قصف مكثف من قبل طائرات التحالف الدولي والقصف الصاروخي لقسد على عدة مواقع للتنظيم الإرهابي داخل البلدة وخارجها. المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 داعشياً وجرح العشرات ليبلغ بذلك عدد قتل التنظيم منذ 10 أيلول/سبتمبر من العام الجاري حوالي 827 عنصراً. بالتزامن مع ذلك تمكنت قوات سوريا الديمقراطية خلال عملية نوعية من تحرير 300 مدني من سكان بلدتي سوسة وهجين بريف دير الزور الشرقي كان يحتجزهم تنظيم داعش الإرهابي كدروع بشرية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قسد فتحت العديد من الممرات الآمنة لخروج المدنيين على مراحل الذين كان احتجازهم يشكل عائقا أمام التقدم السريع للقوات بسبب الحرص على حياتهم بحسب ما أفاد قياديون في قسد.